دعم كويتي لا محدود للعراق في مواجهة داعش. العبادي يلتقي سمو الأمير ويبحث مع رئيس الوزراء ومجلس الأمة تعزيز التعاون. العبادي يؤكد من الكويت أن العراق على أعتاب تحرير جميع أراضيه من تنظيم داعش. وزراء نفط أوبك يجددون تمسكهم بعدم خفض الإنتاج، ووزير النفط الكويتي يقول إن المنظمة لن تبحث في انخفاض الأسعار. رئيس مجلس الشورى الإيراني يزور دمشق ويلتقي الرئيس السوري وينتقد الضربات الاستعراضية لتحالف واشنطن. النجف تحيي ذكرى وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، و3 ملايين أدوا الزيارة في العتبة العلوية.